من قلب العاصمة الأرمينية يربان وتحديداً من ساحة الجمهورية ومن أمام شجرة الميلاد الذي سيكون يوم افتتاحه 21 ديسمبر من عام 2018. نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وندعوكم الذين يرغبون بحضور احتفالية افتتاح هذه الشجرة، ستكون افتتاحية بصراحة أسطورية، أيام ساحرة بإمكانكم أن تقضونها مع أرارات للسياحة. اللي ما حاجز تذكرته خلي يسارع يحجز تذكرته ويتصل بنا. نلتقيكم في يربان.